السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله ورحب ومسي بزميلتي مروة. مروة يسعد عليك. مساك يا عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة برنامج 7 على 7. بنبقى وياكم لين الساعة 8:10 بمواضيع متنوعة ومتعددة استوت في الإمارات. صح، طبعا مواضيعنا متنوعة متميزة بطريقة مختلفة فعلا. ونكون معاكم في كل مساء، يعني يحلى المساء معاكم مشاهدينا الكرام. وراح نبدأ بهذا الخبر اللي هي وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تتضمن تقديم حزمة من الامتيازات الحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص ضمن مبادرة ابشر، وذلك خلال حفل نظم أخيرا في ديوان الوزارة في دبي بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. وتوفر مبادرة ابشر أكثر من 800 عرض خصم حصري للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص تقدمها جهات حكومية وخاصة وشركاء خاصة في المبادرة. فعلا يا عبد العزيز، وأيضا أشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بجهود شركاء الوزارة وتفاعلهم الكبير مع مبادرة أبشر بما يسهم في تحفيز الموارد البشرية الوطنية وأيضا تشجيعهم للالتحاق في الوظائف المتوافرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكينهم في وظائفهم. ولفت في كلمة له خلال الحفل إلى أن الشراكات المنبثقة عن أبشر تؤكد حرص ووعي كافة الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص اللي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية. طبعا وهذا اللي أكد معاليه سعي الوزارة نحو توسيع قاعدة شركاء أبشر من خلال عقد مزيد من الشراكات، وبالتالي تقديم حزمة جديدة من الامتيازات النوعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. وقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية والوطنية، وعن الجهات الأخرى كل من حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، وعبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال عضو مجلس إدارة مؤسسة السركال، وأحمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدا كلينيكال. وأيضا وقع المذكرات كل من جيمس بريتشفورد نائب الرئيس التجاري في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة فنادق انتركونتيننتال، والمهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، وبلال فارس نائب رئيس شركة أديداس، وأيضا عبد الله المنصوري المدير التنفيذي لشركة مالينا أب للتعامل الإلكتروني، وفلورنس ديبويست رئيس الاتصالات والشؤون التجارية لمجموعة جميرة. طبعا وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين بطاقة أبشر للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات، حيث يمكنهم الاستفادة من المميزات التي توفر لهم البطاقة من خلال إبرازها لدى شركاء البرنامج. كما توفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي أبشر في متجري جوجل وأبل ستور قائمة محدثة بشركاء البرنامج وجميع العروض الحصرية التي يقدمها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على هذه البطاقة. مجهود طيب مروة. فعلا يا عبد العزيز، والحين بنستعرض وياكم مواضيع حلقتنا لليوم. بداية بنبدأ بالمبرمج الإماراتي بدورته الخامسة، وطبعا عدنا ممارسات الجودة الشاملة وبناء التميز المؤسسي، وأيضا التحكيم التجاري، وعدنا حملة وقاية وتعايش في دورتها التاسعة، وأخيرا التسامح وسلوك الفرد. بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع في الفقرة الأخيرة لليوم. بنتعرف يا عبد العزيز، هل أنت تسامح؟ طبعا الإنسان عايش في الحياة هذه لابد أنه يسامح ويعيش هو متسامح. نحن اليوم في عام التسامح، يعني فعلا حتى اللي ما يسامح لازم يسامح. فعلا المفروض أن نسمح لكل شيء يا عبد العزيز بالرحيل، وخاصة التسامح. يعني يوم تتسامح أن تسمح لهذا الشيء أو المشاعر السلبية هذه بالرحيل، فالمفروض أن كلنا نعيش فعلا. بس مروة في نقطة ثانية، في الصيف الناس يا تسافر يا تدخل دورات تدريبية بدل أنهم يسهرون في الأمور اللي ما منها ويكون فايدة، ويكون عندهم مضيعة للوقت. نعم، يستفيدون يستثمرون هذا الوقت. الدورات الصيفية للصغار والكبار، نتكلم اليوم ولا بنشوف معاكم الدورة الصيفية أجيال الشرطة لطلبة المدارس في دورتها الثالثة للطالبات. أكيد هي بتنظيم من القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمشاركة 285 طالبة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض.
الثالثة من برنامج أجيال الشرطة للطالبات هذا العام منسجمة مع عام التسامح ومبادئه السامية، حيث تركز الدورة هذا العام على غرس مفهوم التسامح ومبادئه في الجيل الصغير من الفتيات، خاصة في ظل الإقبال الكبير من قبل الطالبات على الانضمام للدورة وبتشجيع أكبر من الأهالي، حيث تم التركيز على مبادئ وأسس تقبل الآخرين على اختلافهم والتعايش معهم بتوافق تام، وقبل كل ذلك هو تقبل أنفسنا وتطويرها، تنميتها وتغذيتها بالعلم والمعرفة وتطوير المهارات الدفاعية والقيادية والفنية. تضم الدورة لهذا العام عدد 285 طالبة من مختلف مناطق الساحل الشرقي، من كلبة والبجيرة ودبا والمناطق الجبلية مسافي السيجي وادي السدم. تضمن برنامج الدورة ثلاث برامج أساسية. البرنامج الأول اللي هو تدريب الطالبات على المشاة وعلى فك وتركيب الأسلحة، هذا البرنامج أو هذا التدريب يكسب الطالبات مهارة الضبط والربط والانتظام. البرنامج الثاني برنامج أكاديمي، لدينا في هذه الدورة 10 مواد تقدم للطالبات من قبل كوكبة متميزة من مرتب القيادة العامة لشرطة الفجيرة، منها مادة حب الوطن، الشخصية الناجحة، المخدرات، الأخلاق الحميدة، التغذية واللياقة البدنية، التصرف السليم في الحالات الطارئة، الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف الجهات في الإمارة. من هذا المنبر أحب أشكر قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على سعيهم المحثم لتطوير مثل هذه البرامج الصيفية للطلاب وطالبات المدارس، كما ندعو الطالبات للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة لهم عبر الاشتراك في السنوات القادمة لدورة أجيال الشرطة، وأن يكونوا مثالاً يحتذى به، وفقهم الله وإياهم في خدمة مجتمعنا الغالي. أشكر القيادة العامة لشرطة الفجيرة اللي اتاحت الفرصة لي بالانضمام إلى فريق العمل كمدربة لطالبات دورة أجيال الشرطة الثالثة، حيث أني أقوم بتدريب الطالبات على المشاة وطريقة تركيب وفك السلاح. أشكر جميع الأهالي اللي اتاحت الفرصة لبناتهم الطالبات للانضمام إلى هذه الدورة. تعلمنا في هذه الدورة الانضباط والمشاة وحركة وفك السلاح وتركيبه، وأشكر شيوخنا الكرام وشرطة الفجيرة والمدربين والقائمين على هذا البرنامج. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا مروه، شو رايك في التميز المؤسسه والجوده اللي تكون في المؤسسات؟ اكيد يوم يكون في تميز في المؤسسات نقدر نقدم اكثر، نحاول نكون ايجابيين، وايضا تختلف جوده ايضا الموظف وانتاجيته في هذا الموظف. نبغى نعرف اكثر عن ممارسات الجوده الشامله وبناء التميز المؤسسي اللي راح ينظمها مركز جمعه الماجد للثقافه والتراث في دبي. اكيد المزيد مشاهدينا من بالتفاصيل، شوف بي 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 نجح. للمزيد من التفاصيل بيكون ويانا الدكتور صالح عبد الرب الهياشي، استشاري وخبير الجوده المعتمد. هلا مرحب فيك يا استاذ. يا مرحبا فيكم، اهلا. خبرنا يا هلا فيك، خبرنا عن الفرق بين الجوده والجوده الشامله، شو الفرق من بينهم؟ الحديث له شجون. موضوع الجوده والجوده الشامله والتميز المؤسسي هي منهجيات متكامله، لا نستطيع أن نفهم واحدة دون الأخرى. يعني كصورة متكاملة يفترض أن نأخذ أجزائها حتى نفهم الصورة الكلية. عندما نتكلم عن الجودة، عندما أقول أريد أن أجود شيئا بمعنى أتقنه، فعادة يرتسم في أذهاننا جميعا موضوع الجودة بالإتقان. ممتاز. فأي شيء يعني نتقنه معنى ذلك أننا جودناه. حلو. فإذا أردنا أن ننتهج منهج الجودة معنى ذلك أننا نريد أن نتقن سلوكياتنا. نعم. منتجاتنا، خدماتنا. ممتاز دكتور صالح، لكل شيء له هدف، يعني لكل شيء نحن نسويه آخر شيء نوصل لهدف، إن كانت في المؤسسات أو إن كانت على يعني على جهة الأفراد. شو هي أهداف الجودة؟ استكمالا للنقطة الأولى وموضوع الأهداف، علينا أن نفرق بين الجودة والجودة الشاملة. الجودة بشكل عام هي مجموعة متطلبات
نقوم بتحقيقها. فمدى ملائمتنا وتلبيتنا لهذه المتطلبات نقول عندنا درجة الجودة. بينما الجودة الشاملة أعمق من ذلك بكثير، فهي منهجية متكاملة عبارة عن نموذج عقلي، منهج تفكير، سلوكيات يومية تدخل في كل أنشطة المؤسسة والشركة بشكل كامل. وبالتالي أهداف الجودة هي مدخل أساسي للجودة الشاملة. فمن أهداف الجودة تحقيق التحسين المستمر الذي يعتبر مدخل أساسي لموضوع الجودة، الجودة الشاملة. من أهداف الجودة أيضا تحقيق التميز المطلوب لهذه المؤسسة، وبالتالي سوف ننتقل من الجودة إلى الجودة الشاملة ثم إلى التميز المؤسسي، فإدارة التميز المؤسسي. هذه أبرز أهداف موضوع الجودة أو توجه أو منهج الجودة الشاملة ككل. ممتاز جدا. أزيل، لو تكلمنا عن مراحل تطور الجودة زمنيا، لما نحن في أي مؤسسة لما تبدأ بتطوير الجودة عندها لكن يكون في مراحل، ما تبدأ من الصفر إلى يعني الامتياز أو إلى المية على طول. صحيح. لكن تكون في مراحل. صحيح. لو تحدثنا عن هذه المراحل دكتور. هذه المراحل ليست فقط على مستوى المؤسسات، هذه المراحل مشت حتى في موضوع تطور مفهوم الجودة. ممتاز. بدأت من أي من القرن الثامن عشر مع نظريات تايلور وموضوع الإنتاجية والاهتمام بموضوع الإنتاجية، ثم تحفيز العاملين، ثم ظهرت موضوع نظريات تحفيز العاملين وهل نهتم بالعمل أكثر من العاملين أو نهتم بالعاملين أكثر من العمل. تطورت هذه ثم دخلت بعد ذلك موضوع الجودة وتوكيد الجودة، كيف أستطيع أن أضمن في المرحلة الأولى أن يكون لدي مستوى مقبول من الجودة. ثم تطور موضوع تأكيد الجودة إلى ضمان الجودة، بمعنى أنه أستطيع أن أضمن مستوى الجودة في هذه المرة وفي كل مرة. ثم تطورت بعد ذلك إلى مصطلح أو مفهوم الجودة الشاملة التي تدخل كنمط حياة وأسلوب دائم مستمر في موضوع الشركات. وبالتالي الشركات والمؤسسات التي تريد أن تتميز عن طريق منهج الجودة الشاملة سوف تبدأ بتحقيق مجموعة معايير، تلتزم بهذه المعايير، تدرب الموظفين عليها، تؤهلهم عليها، تبني ثقافة الجودة ثم الجودة الشاملة، تمارسها باستمرار في حلقة التحسين المستمر وفق معايير معينة نستطيع من خلالها أن نحدد باستمرار ما هي الفجوة وكيف نستطيع أن نردمها حتى نصل إلى التكامل المطلوب والتميز المطلوب الذي يقدم القيمة المضافة لعملائنا. جميل جميل. الأداء أكيد مختلف بين مؤسسة وأخرى، خبرنا عن مظاهر، خبرنا عن الأداء المؤسسي الضعيف أو ضعف الأداء المؤسسي. عندما أتكلم عن أداء مؤسسي فمعنى ذلك أنه خلاصة أو منتج مجموعة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة. أي مؤسسة لا يمكن تقوم بأنشطتها من تلقاء نفسها، فهناك مجموعة مكونات، مجموعة موارد، مجموعة ممكنات، هذه سنتكلم عنها عندما يأتي دور الحديث عن موضوع إدارة التمييز المؤسسي والنماذج العالمية التي تقدم هذا النموذج. فمن مظاهر ضعف الأداء، من مظاهر ضعف الأداء عدم تحقيق النتائج المطلوبة. كثير من المؤسسات والشركات تتكلم عن رؤية، تتكلم عن رسالة، تتكلم عن أهداف، لكن تأتي في خلاصتها أو في نتيجة هذه على مستوى السنة أو على مستوى السنوات أو على مستوى التكتيكي أو الاستراتيجي تجد أنها تخفق في تحقيقها. لا تحقق رضا العملاء، لا تحقق رضا المتعاملين، ولا تحقق رضا الموظفين. فهذا جزء من مظاهر ضعف الأداء في المؤسسات الذي يلزم معه موضوع الجودة والجودة الشاملة والتميز. نعم. دكتور صالح، نشوف الكثير يتكلم عن التميز أو نموذج التميز الأوروبي. نعم. ويريدون تطبيقه في يعني في المؤسسات المحلية. لو تكلمنا أكثر عن نموذج التميز الأوروبي. النموذج التميز الأوروبي. عندما أتكلم عن موضوع التمييز كما ذكرنا سابقا، التمييز له عدة مناهج، نستطيع أن نلتزم بمنهج معين يحقق من خلاله التمييز. بمعنى الجودة الشاملة هو منهج من المناهج، ليس كل المناهج، لكنه منهج شامل لأنه يحوي على موضوع القيادة والتخطيط والتخطيط الاستراتيجي وبناء العمليات. من ضمن مناهج التمييز المؤسسي على سبيل المثال موضوع التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية والقيادة الاستراتيجية. ما حدا بكثير من المؤسسات والمنظمات ثم الدول لتطوير مجموعة معايير كان من ضمنها ومن أشهرها على المستوى العالمي اللي هو نموذج إدارة التميز المؤسسي الأوروبي. هذا النموذج ظهر في 1988. هذا النموذج قدم بأن اعتمد من خلاله مجموعة معايير، هي 9 معايير أساسية. هذه 9 المعايير قسمت إلى مجموعتين أساسيتين، المجموعة الأولى تتحدث عن موضوع المنهجيات والممكنات، والمجموعة الثانية حول النتائج.
وأعطي لكل مجموعة، المجموعة الأولى 50% والمجموعة الثانية 50%. مكونات المجموعة الأولى تتحدث عن موضوع القيادة، وتحت القيادة نتحدث حول الرؤية والرسالة والتوجهات وكيف نحفز العاملين لتحقيق هذه الرؤية وهذه الرسالة. ثم يأتي موضوع السياسات والاستراتيجيات التي تكون عبارة عن حلقة الوصل لتحقيق الرؤية والرسالة في المنهج، في منهج القيادة، من خلال فهم التحديات الحالية والمستقبلية والتوجهات واستشراف المستقبل وما إلى ذلك. ثم يأتي بعد ذلك العنصر الثالث وهو الموارد البشرية كعنصر أساسي في منظومة الممكنات والمنهجيات التي تحقق التميز المؤسسي. والعنصر الرابع هي الشراكات والموارد، الموارد الأخرى مثل الموارد المالية، المباني التقنية، المعلومات. ثم يأتي العنصر الخامس والرئيسي في موضوع المكونات، ما نتكلم عنه هو موضوع العمليات، العمليات والتي يرتبط بها موضوع المنتج أو الإنتاج والخدمات. العمليات عندما نتحدث عن موضوع العمليات نرتبط مباشرة بموضوع الجودة والجودة الشاملة. صحيح. لأن بناء الجودة الشاملة يرتبط أساسا ببناء مجموعة عمليات واضحة لها مدخلات واضحة ومخرجات واضحة. فإذا أكملنا هذه المنظومة، منظومة الممكنات، وأصبحت الممكنات في أي مؤسسة قوية قادرة على أن تحقق النتائج المطلوبة، تأتي أربع عناصر في موضوع النتائج. نتائج العاملين أو الموارد البشرية من خلال مجموعة مقاييس ومؤشرات أداء، نتائج المتعاملين وما يرتبط بهم رضا المتعاملين والعملاء وما إلى ذلك، نتائج المجتمع ودور المؤسسة في المسؤولية المشتركة التي يجب أن تقوم بها لمجتمعها، والعنصر الرابع والأخير في موضوع النتائج اللي نتائج الأداء الرئيسية. خلاصة ذلك ومحصلة ذلك ما هو؟ مجموعة مؤشرات رئيسية لهذه المؤسسة من خلالها نحكم أن هذه المؤسسة حققت التميز المطلوب أو لم تحقق. نعم. دكتور شو رأيك في التمييز اللي نحن فيه؟ ما شاء الله ممتاز يعني؟ لكن يحتاج بعد ذلك إذا أتينا بمنهجية أن نسألكم ما هي المعايير التي اعتمدتموها وبناء عليها نقيم. أنت تكلمت عن النموذج الأوروبي. نعم. نحن في التميز يضرب علينا بالنموذج الفجراوي. صحيح. النموذج الفجراوي التميز اللي نحن فيه. وأنا أضم صوتي لصوت عبد العزيز على فكرة. المفروض اليوم مفروض هاي يدرس النموذج الفجراوي بالتميز. أحتاج أن نفهم ما هو هذا النموذج. إذا فهمنا مجموعة مكونات استطاع أن نقدمه. وعلى فكرة موضوع التميز الأوروبي استفادت كثير من الدول منه بما فيها هنا الإمارات. صحيح. فطورت منظومة التميز الحكومي أو الجيل الرابع. نعم. واختصرتها أو أوجدت نموذج جديد من خلال ثلاث مكونات رئيسية. إحنا الجيل الخامس موجود. والجيل الخامس ما شاء الله. الفجراوية دخل في الجيل الخامس. دكتور خبرنا عن دوافع التحسين والتطوير المستمر للأداء. لو سألت على المستوى الفردي، أي شخص منكم هل يحتاج أن يتميز؟ طبعاً أنا بالنسبة لي بس على النموذج الأوروبي ولا أنت أي نموذج؟ على النموذج الحياتي على سبيل المثال. طبيعي. أنت كشخص، أنت كأخت، يعني تحتاج أن تتميز ولماذا؟ نكون أحسن عن يعني كل إنسان ينشي الصبح يبي يكون أحسن عن نفسه أمس. واي صحيح. لماذا السؤال هذا مهم؟ لماذا؟ لأنه هذا الذي يجيب أيضا عليه المؤسسات اليوم. بعض المؤسسات التي لا تدرك أهمية التميز لا تستطيع أن تصل إلى التميز المطلوب. صحيح. وبالتالي لا تستطيع أن تبني أهدافها وفق احتياج حقيقي وأساسي. فحاجتنا للتميز ينبع من حاجة المجتمع. صحيح. من حاجة العملاء، من التنافسية. حتى لو لم تكن تنافسية اليوم في منهج على سبيل المثال منهج ريادة الأعمال والذي يرتبط بالمحيطات المحيط الأزرق وهو بناء قيمة جديدة ومنتج جديد وخدمات جديدة، هذه كلها تحتاج أن تقدم اليوم شيء متميز لعملائنا، ومن ضمن عملائنا موظفينا وأصحاب المصالح المشتركة والمجتمع ككل. شعور الشخص بأنه شخص، خلينا نقول أنه متميز، يخليه أنه ينتج أكثر ويصبح شخص فاعل أكثر في المجتمع تقصد؟ شعور الإنجاز في حد ذاته حافز ودافع للإنتاج الأفضل. نعم. اليوم لما ننتج منتج متميز يدفعنا في الغد إلى أن يكون منتجنا أفضل مما كان بالأمس، وهنا تأتي دورة التحسين المستمر المرتبطة بثقافة الجودة الشاملة التي تحقق الأداء المؤسسي المتميز. حلو. نعم. دكتور صالح اللي ما بيحضر المحاضرة يوم السبت يحضر حلقتنا. يحضر حلقتنا. هي عبارة عن خلاصة. نعم. الأجوبة كلها موجودة. هو برنامج يقدم في ثلاث أيام، برنامج تدريبي لكنها ورشة عمل، كما يقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. صحيح. استمتعنا معك. حياك. استفدنا في هذا الدرس الخاص اللي كان على الهواء. سعدت جدا بأن أكون معكم، شاكرين لكم.
نورتنا. شكرا لك مشكورين. دكتور صالح عبد الرب الهياشي استشاري وخبير الجودة المعتمدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا. شكرا. طبعا مروى في وجوه المشاهدين الكرام في خطة متكاملة لتعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسات الإسكانية في إمارة دبي، تم ربط حملة أمن المسكن بخدمات ذكية مما يزيد كفاءتها. وتحرص شرطة دبي على طرح كل ما هو جديد ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. تشرف القيادة العامة لشرطة دبي في إطلاق حملة أمن مسكنك تحت إشراف الإدارة العامة للتحريات، وذلك تحت رعاية سعادة القائد العام اللواء عبد الله بن خليفة، حيث حفزنا في هذا الموضوع أن نطلق هذه الحملة خلال فترة الصيف، حيث أن يعني هاي الفترة اللي نستغل الناس فيها فترة سفرهم، نأكد على موضوع الاشتراك في هذا البرنامج من خلال الدخول إلى موقع الشرطة والتسجيل واتباع التعليمات الإرشادية اللي موجودة في الموقع الشرطة والتسجيل في الخدمة. يأتينا الطلب طبعا ونتابع الطلب هذا من خلال ما تم تسجيله بوجود الدوريات الأمنية اللي تغطي مناطق الاختصاص، بالإضافة إلى دوريات الحتم الجريمة التي تدرس المنطقة الاختصاص وما في هذه المنطقة من أمور سلبية أو غيرها. طورنا هذه الخدمة إلى أن وصلنا اليوم إلى وجود شركاء رئيسيين داعمين لهذا البرنامج مالنا من خلال تركيب كاميرات. التركيب الكاميرات اللي بيكون موجود إن شاء الله تركيب مخصص وخصوصي لصاحب المنزل، يعني صاحب المنزل يشرف على منزله من خلال أبليكيشن ذكي موجود يشوف منو الشخص اللي يدخل منزله، في أشياء في حالة وجود أي متطفلين أو أي شيء يثير الشبهة يعطيه الكاميرا، تعطيه بطريقة ذكية ألارم من خلال الموبايل إشعار إن في شخص متطفل موجود في هذا المنزل، يطلع على صورة الشخص هذا منو موجود، يقدر يتكلم وياه من خلال الميكروفون موجود في هذه الكاميرا، بالإضافة إلى إذا حس إنه ما في تجاوب مع الشخص يقدر يعمل إنذار ويعطي إنذار عن المنزل كامل بصوت عالي، فهني يكسر اللي هو السري اللي عند الشخص المتطفل فيسمح له بالهروب. في هذه اللحظات وجود صورة الشخص المتطفل موجودة لدينا فيها، في عندنا برامج من خلال داعمة للعمل الشرطي نقدر نعرف هوية هذا الشخص وتحديد من خلال سمات وجهه وبياناته بالقاعدة البيانات اللي موجودة عندنا من هذا الشخص المتطفل، ونقدر نتابع مدى خطورته وتجواله في هذه المنطقة. طبعاً دائماً نحفز على الاشتراك في هذا البرنامج، ونحن ركزنا على فترة الصيف لأن أغلب الناس في فترة الصيف يكون تفكيره في الرحيل وليس في التأمين، فعشان شيء نحن دخلنا فكرة التأمين ودخلنا فكرة الحملة التوعوية في هذه الفترة على أساس أن الشخص يتذكر ويأمن منزله ويتأكد من الإرشادات الوقائية اللي موجودة والاشتراك في الخدمة هاي، ودور الشرطة إن شاء الله يكون داعم لهذه الجماعة. طبعا بما ان الصيف للناس المسافرين مو بالناس اللي يحضرون الدورات الصيفيه. نعم. في حمله هي وقايه وتعايش فيه، واللي هي في دورتها التاسعه اللي اطلقتها جمعيه اصدقاء السكري التابعه لاداره التثقيف الصحي بالمجلس الاعلى لشؤون الاسره في الشارجه. بتوجيهات من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسره، وبتستمر فعاليات الحمله حتى اغسطس المقبل. طبعا من الامور هذه بنعرف فيها اكثر المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الاستاذ عبد اللطيف القاضي متطوع في اداره التثقيف الصحي في مجلس الاعلى لشؤون الاسره. يا اهلا وسهلا فيك، مساك الله بالنور. مساك الله بالخير وبالنور ومشاهدينك اخي الكريم. طبعا هذا المرض من الاكثر الامراض انتشارا في دوله الامارات، نسال الله انه يشافي ويعافي كل مريض آمين. بالسكري، وندعو الشباب ان الله لا يبلاهم بهذا المرض. لو تحدثنا عن حمله وقايه وتعايش ودوركم في تعزيز وعي المجتمع حول مرض السكري. نعم اخي الكريم، بدايه طبعا انا اشكر تلفزيون الفجيره على متابعته لانشطه اداره التثقيف الصحي بالمجلس الاعلى لشؤون الاسره. اهلا وسهلا. طبعا الحمله للعام التاسع على التوالي تستمر في ربوع دوله الامارات واماره الشارقه تحديدا من خلال الزيارات الدوريه
التي تقام او الانشطه التي تنظمها اداره التثقيف الصحي. نحن اليوم من خلال هذه الحمله يعني من بناء على دراسه معينه وضعتها مجلس اداره الجمعيه برئاسه الاستاذ خوله بالحاي وكذلك النائب مالها الدكتور الهام الاميري المتخصصه في مرض السكري في مستشفى القاسمي بالشارجه، طلعنا بهذه الحمله لكي نوضح للجمهور كيفيه التعامل والتعايش مع هذا المرض الذي يعني مثل ما تفضلت في بدايه حديثك انه راح يكون هذا مرض دائم حينما يظهر في جسم مزمن. اي انسان فينا يعني مرض مزمن يعتبر صحيح. نعم، فهناك له مضاعفات حقيقه، هاي المضاعفات قد تؤثر على امور كثيره، يعني تعرف اخوي نحن في اداره التثقيف الصحي في المجلس لدينا عديد من الجمعيات صحيح. ولكن تحديدا في هذه الحمله نتحدث عن مرض السكري لان من مضاعفاته يعني لا قدر الله قد يفقد الانسان الكلى البصر مثل ما تفضلت نعم، كذلك العظام تتاثر، الاعضاء الداخليه في الجسم كلها مرتبطه لانه هو يؤثر حتى على الاعصاب في جسم الانسان صحيح. فمن خلال هذه الحمله وقايه وتعايش كما تم الاطلاق عليها طبعا بتوجيهات ساميه من صاحبه الايادي البيضاء سمو الشيخ جواد بن محمد القاسمي نحن من خلال كتيبات معينه تم وضعها بدراسه حديثه توضح للجمهور الكريم اللي تواجد معنا في المواقع المنتشره في اماره الشارقه عن هذه المضاعفات وكذلك طرق الوقايه بحيث اذا كانت هناك اسره مثلا الاب او الام او الجد او الجده كان يحمل هذا المرض قد يتعرض الابناء حقيقه صحيح. ان يحملون المرض في الطفوله او في الكبر. استاذ عبد اللطيف، الفحوصات المجانيه اللي تقدمها جمعيه اصدقاء السكري فتره الحمله واماكن تواجد الفحوصات على مستوى الاماره. نعم طبعا مثل ما تفضلت اختي الكريمه اختي مروه الحمله موجوده انطلقت في ابغه مركز الشارجه ميجا مول بالشارجه نعم، وكذلك نقدم كل شكرنا وتقديرنا للجهات التي تدعم تواجد الحمله في المراكز اللي راح نزورها خلال 45 يوم، الحمله نعم. تستمر على مدار 45 يوم، طبعا الفحوصات من خلال الجمعيات المنبثقه عن اداره التثقيف الصحي تتواجد مع جمعيه السكر، نغطي عمليه فحص السكر من خلال كذلك المستشفيات المصاحبه كلها طبعا هذه الفحوصات مجانيه، وفي حاله اكتشاف المرض للعلم يعني ان هناك في بعض الخدمات التي تقدمها الجمعيه حقيقه لمن هو بحاجه الى تلقي هذه العلاجات والاستشارات الطبيه الدقيقه. كذلك الحمله في نهايتها راح نزود طبعا اداره جمعيه السكر بعدد الاشخاص الذين زاروا الحمله في المواقع نعم. اللي راح تكلم فيها ان شاء الله. نعم. وبناء على ذلك طبعا الحمله لا تقف فقط على 45 يوم، نعم. هي الحمله تاتي من ضمن الحملات التي تقام على مدار العام حقيقه. نعم. لدينا يعني بعد الانتهاء من هذه الحمله نكون مستعدين لليوم العالمي واللي يطلق عليه دائما الدائره الزرقاء. نعم. المواقع حقيقه الان مثل ما ذكرت من مركز ميجا مول الشارجه نعم. سوف نكون في الجمعيات التعاونيه في اماره الشارقه، كذلك هناك تنسيق مع اداره شؤون الضواحي والقرى كذلك في الشارجه. ممتاز جدا. وراح نختم عندهم هناك في ضاحيه الرحمانيه. السياسه المتبعه في اداره التثقيف الصحي ان نصل الى كل من يتواجد من مواطن ومقيم في إمارة الشارقة والإمارات المجاورة من الاستفادة من هذه الفحوصات. أستاذ عبد اللطيف نعم. عفوا على المقاطعة، لكن في نقطة مهمة، يعني المرض هذا بشكل كبير يعتمد على الأكل الغير صحي، كيف أكيد. ممكن تشجعون الناس على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية؟ نعم عزيزي، نحن مثل ما تفضلت المرض هذا بحاجة إلى عناية صحيح، إن كنت أنت مريض أو غير مريض، الآن حتى الشخص الغير مريض هو معرض لأي مرض ما، ولكن حينما من خلال الدراسات الموضوعة من إدارة التثقيف الصحي والأخوة في الجمعيات المنبثقة عنها وتحديدا جمعية السكر نعم. وجود عدد من الأطباء في تلك الجمعيات ممتاز. نقوم بعمل يعني كتيبات تثقيفية صحية واقية للتجنب الوقوف في هذه الأمراض. الرياضة هي شيء أساسي حقيقة فعلا. لكل انسان، يعني نتمنى من خلال منبركم من خلال منبر
تلفزيون الفجيرة. أي شخص فينا الآن بإمكانه في يعني أفضل رياضة قد يتبعها الإنسان للحفاظ على جسده لا تتجاوز 45 دقيقة يوميا. ممتاز. أنت ممكن الفترة الصباحية بعد الانتهاء من صلاة الفجر في المنطقة السكنية في الضاحية أو الحي. وأهم شيء أستاذ عبد اللطيف يبتعدون عن ضرب العيوش. هذا عاد زيت على العوقه الحين هذا مشكله. نعم. لا بالعكس والله والله استاذي ممكن الواحد ياكل ما تشتهيه العين لان العين هي اللي تاكل وليس البطن. يمارس الرياضه لكن بشكل معقول. شكرا لك استاذ عبد اللطيف. نعم. هي رياضه عفوا مهمه جدا فعلا. عفوا اكيد هي رياضه شيء اساسي. نعم. اختيارك للوجبات وحقيقه احنا دائما ننصح اسمح لي يمكن بطيء في هذه الجزئيه البسيطه جدا هو طبعا كل ما تشتهيه ما يعني نفسك من الصباح إلى فترة غروب الشمس أو الساعة 7 ماكسيموم 8. بعد ذلك حاول أن تعتمد على الخضروات والفواكه. نعم. اللي غير غنية بالسكريات لكي تستطيع النوم الصحي والسليم للحفاظ على جسدك. هذا الأستاذ عبد اللطيف نوجهه لمروة بعد ننصحها. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف القاضي حبيب حبيب متطوع في إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. شكرا لك. عفوا يا شيخ يا مرحبا الله يخليك ودعت الله مع السلامه. الله يعافيكم من هذا المرض والله يشفي مرضانا ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل بعد راح نواصل خلوكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7 والحين بنروح لموضوع مهم جدا اللي هو التجارة الدولية. فالتجارة الدولية تحتل في الوقت الحالي موقع الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة وفي ظل هذه الأوضاع العصرية نشأت علاقات تعاقدية لم تكن معروفة في الماضي. طبعا زميلتي مروة وانتشرت العديد من العقود المركبة مثل عقود التمويل التجاري وعقود الترخيص وعقود نقل التكنولوجيا وغيرها الكثير الكثير. وعلى ضوء ذلك تم اللجوء إلى التحكيم في التجارة الدولية لتسوية وفض المنازعات. ولنتعرف أكثر من التفاصيل نرحب بالقاضي شمس العمرو رئيس ممثلية المحكمة الدولية في الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يعطيكم العافية. أستاذة شمس بشكل يعني لما التحكيم الدولي والتجاري شيء كبير علينا نبغى نعرف عنه أكثر. نعم. بالنسبة للتحكيم الدولي طبعا هو نقطة وبند جدا مهم خاصة بالوقت الحالي. لما بنحكي عن التحكيم الدولي هو نطاقه واسع جدا لكن نقدر نتوسع فيه لأنه هو بعبارة عن بحر من بحور القانون وتفاصيله كبيرة جدا لكن رح نختصر شوي يعني. نعم. برأيي العام وبعتبره رأيي أنا شخصي أنه هو عبارة عن تحكيم خاص. نعم. كيف تحكيم خاص؟ هو عبارة عن طرفين للمنازعات يكون في طرفين الأشخاص في الأطراف المنازعات. نعم. هدول الأطراف في اتفاق وعقد رسمي في بنود واضحة للتحكيم التجاري. ممتاز. نعم. هذه النقطة الأساسية اللي راح نوضحها فيما بعد للمشاهدين. نعم. إن شاء الله. إنزين خبرينا عن القواعد وأعراف القانون التجاري الدولي. نعم. شو هو بالضبط؟ بالنسبة للقواعد هلا في بنود أساسية يجب النقطة الأولى الالتزام بين الطرفين بين الشركة مثلاً سين والشركة صاد في اتفاق بيكون رسمي وعقد اتفاقية رسمية يجب في حال خضوع للتحكيم الدولي في شرط وبند واضح إنه في حال نشوب أي نزاع أو خلاف بين الطرفين يكون في جهة التحكيم التجاري سواء كان محلي أو تحكيم. نعم. دولي. نعم. نتكلم عن أنواع التحكيم. نعم. أنواع التحكيم. أنواع التحكيم طبعاً رح نحكي كم نقطة. في عندك التحكيم لقضايا التأمينية. في عنا تحكيم للقضايا اللي هي تابعة للنفط. قضايا اللي هي استقطاب والتنقيب عن حقول النفط. عندنا تأمين القضايا اللي هي تابعة للإنشاءات والمقاولات. في عندنا القضايا اللي تشمل الإيرادات. نعم. وكل بند طبعا بيكون فيه له بنود وشرح تفصيلي. ممتاز. لكن احنا عم نحكي مختصر لنوصل النقطه بشكل مختصر تكون. نعم. نعم. خبرتينا عن انواع التحكيم الحين ولكن هل هذا التحكيم مجانا او لا؟ يهمك وايد مره مجانا. عندك شركات من ورانا عندي شركات هي بعرف الحين. طبعا التحكيم فعليا لا مش مجانا في حال كان احنا في جهتين يعني اذا كانت التحكيم سواء كان محلي او دولي. المحلي بيكون
في مشترط البند التحكيمي داخل الدولة. الدولة مثلا احنا بالإمارات العربية، نعم. داخل الإمارات في بنود بتكون محددتها مراكز التحكيم نسبة متفق عليها على المبالغ، مبالغ الاتفاق اللي هو العقد الرسمي. والدولية نفس الشيء في نسبة بتكون متفق عليها، لكن ليش بيختاروها بعض الأشخاص؟ تسهيل أو لتقصير المدة لسرية العمل. يعني في شركات ما بتحب يعني تكون في عندها قضايا عن طريق المحاكم المحلية، فبيختصروا هاي النقطة تكون عن طريق مراكز التحكيمية. نعم. شو المقصود بشروط التحكيم؟ شروط التحكيم، شروط التحكيم اللي هي لازم تكون فيها بنود واضحة. جميل. نحدد فيها الطرفين بيحددوا في حال شرط التحكيمي بيحددوا المكان، الجهة اللي راح يكون فيها جهة التحكيم، بيحددوا فيها إذا كان مركز تحكيمي أو المحكم داخل الدولة أو خارج الدولة، وبيحددوا فيها الأجار أو الأجرة المحكم أو القاضي اللي بيحددوها. إنزين، شو هي النزاعات اللي ممكن أنها تتسوى، خلينا نقول، أو يحصل فيها تسوية عن طريق التحكيم؟ نعم نعم، في بعض النزاعات هي أكثريتها اقتصادية، أو شركات اللي هي مثلا ممكن نحكي مثال أنه يكون شركة سين وصاد، صار خلاف لمنتج أو لبضاعة أو لتأخير مثلا لإنشاء مقاولات أو كذا في فترة محددة، وتأخروا بهاي الفترة. خلال هاي الفترة صار نشأ للطرف الأول مشكلة ما، والطرف الثاني تأخر في تسليم الفترة المحددة أو المتفق عليها كمادة مثلا متفق عليها للبيع أو الشراء، هون بتصير النزاع. فهي بتكون النزاع لازم تكون مشروطة، يعني إذا ما كان فيها شرط عقد رسمي موجودة بالبند فهي ما بتدخل بمراكز التحكيمية. نعم. في شيء يسمونه شروط صلاحية المحكم. نعم. شنو هذه الشروط؟ شروط صلاحية المحكم، طبعا لازم يكون المحكم أو القاضي اللي يتم اختياره أهلية عقلية، ما يكون عنده أي جناية أو جنحة، يكون شخص حيادي ومسالم. وفي حال تم يعني الجلسة بينه وبين الطرفين التصريح، إذا كان بيعرف أحد الأشخاص لازم يصرح تصريح الكامل، يعني إذا كان الشخص اللي من إحدى الأطراف المنازعات بيعرفه لازم يتنحى، ويكون في عنده تصريح إنه أنا بتنحى عن القضية عشان يكون في وضوح، لأنه ممنوع يكون في أحد الأشخاص يعرف الثاني. نعم. الحين بنعرف وين أهم مراكز التحكيم في دولة الإمارات، هل متوزعة في كل الدولة؟ بالدولة طبعا مراكز في كل إمارة موجود، طبعا في من ضمنها عندنا مركز رأس الخيمة، عندنا مركز الشارقة للتحكيم، عندنا مركز دبي للتحكيم، وما شاء الله يعني حتى أكبر قضايا حلوها بفترة قصيرة على مستوى، وخاصة إحنا بالإمارات يعني صراحة من أسرع القضايا اللي عم تنحل بالوقت الحالي، وخاصة إنه متجهين أكثر الشركات على مراكز التحكيم أكثر من المحاكم. ممتاز. نعم. المدة الزمنية اللي تأخذ لإصدار الحكم يعني تقريباً؟ الحد الأدنى أسبوعين. أسبوعين. وأقصى حد 6 شهور. 6 شهور. نعم. في نقطة ممكن خلال هاي الفترة يصير في تصالح بين الطرفين، في حال صار إنه في تسوية بين الأطراف، بيجوا الأطراف بيعلن إنه صار في تسوية، ممكن تكون فترة أقل، يعني نحاول إحنا نحلها معهم بطريقة ودية وسلمية. نعم. إنزين، الحكم اللي يظهر في النهاية هل هو ملزم على الأطراف جميعها؟ نعم، القرار اللي بنعطيه قرار الحكم هو إلزامي على الأطراف، يتم بعد إصدار الحكم وتصديقنا فيه. طبعا بتصدق من عنا من مراكز التحكيمية أو إحنا كمحكمة تسوية المنازعات، بعد هيك بتصدق من محكمة الاستئناف تصديق رسمي، يعني ما في طعن فيه نهائي، ما يقدرون يستأنفون ولا أن يطعنون في ما يقدر. الحكم اللي ظهر. لا، ما يقدر. ما يقدر إلا في حال طعن بالحكم نفسه، بحكمنا إحنا القرار تبعنا. نعم. وإذا طرف من الأطراف ما التزم في هذا الحكم أو التحكيم النهائي منكم؟ شوفي، إذا في حال ما التزم تتجه هون لهيئة التحكيم، هيئة التحكيم بتحط لجنة لحتى يشوفوا. طبعا اللجنة إحنا دائما بتكون وترية، يعني فردية، إما يكون جهة شخص واحد يعني محكم أو قاضي شخص واحد. نعم. أو 3 أشخاص أو أكثر من جهة. نعم. شخص. صراحة استمتعنا معك على الهواء، واستفدنا منك الأستاذة شمس العمرو، رئيس ممثلية المحكمة الدولية في الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية بوجودكم. شكرا للقاء الجميل معكم، يعطيكم العافية. شكرا. مروة، كيف ما قلنا بما أننا في البرامج الصيفية،
هالمرة نحن بنسافر لكن في مخيم. يلا وين تتوقعين بنسافر؟ بنسافر للمخيم الصيفي السنوي لرواد الفضاء الإلكتروني في نسخته الثالثة في مركز دبي للأمن الإلكتروني. طبعا وذلك في إطار سعي المركز لتأسيس مجتمع على علم تام بمخاطر الهجمات الإلكترونية والقدرة على توخي الحذر، يهتم بالطلاب من 14 عاما إلى 18 عاما. خلونا نشوف أكثر وياكم في هذا التقرير. أول شيء للتوعية من ناحية توجيهات المركز، ومن النقاط الأساسية أن نوعي المجتمع بالمخاطر اللي موجود اليوم في مجال الأمن الإلكتروني، وطبعا عسى بنخرج جيل واعي بهالمخاطر يقدر يتفاداها، يقدر يصلحها، يبلغ عنها أو يعلم اللي موجودين حواليه، لأن الجيل اللي بيطلع من هذا العمر حاليا من 14 إلى 18 هم الجيل اللي بيكونون قادة المستقبل، خلاص بياخذون العبء هذا اللي هو في حماية دبي يعني عامة من المخاطر الأمن الإلكتروني. فعسب هالأساس سميناهم قادة المستقبل أو قادة الأمن الإلكتروني. الهجمات كثيرة أخوي، في منها الابتزاز الإلكتروني أولها اللي يعني نلاحظها، ثانيا عندك الهجمات على المواقع الإلكترونية تخريبية، ممكن خدمة معينة أو لشركة معينة أو لدائرة حكومية معينة، ممكن يهاجمونها يخربون خدمات هالدائرة. مثل ما قلت لك في بعد الهجمات اللي هي يعني أكثر ابتزازية تستهدف الشخص نفسه، فممكن تأخذ معلوماته، تعرضه لنوع من الابتزاز سواء كان الابتزاز مادي لسعي وراء مال أو ابتزاز لتخريب سمعة الشخص. وهاي الدورة تفيدك وايد عشان تعرف كيف يعني تسوي أشياء يوم تكبر، يعني تعدل ويعطونك شهادة تقدير وتدخل في السي في. نقدر نستفيد منها يعني في أشياء ثانية، يعني إذا عندنا شيء مشكلة ولا شيء نقدر نعرف نهكرتها، نقدر نستفيد. اشتركت في البرنامج عشان أنا بتخصص في هالتخصص في المستقبل إن شاء الله، وباقي لي سنة واحدة وبتخرج يعني عقب سنتين إن شاء الله، وهالشيء وايد بيفيدني في المستقبل، وها هو المستقبل أصلاً اللي ياسين درسه وتعلمنا وايد أشياء، ومن هالأشياء الباسورد كراكن. إن شاء الله يستفيدون من هذه البرامج اللي يسوونها يا عبد العزيز. طبعاً فعلاً يستفيدون ويتعلمون. والحين بعد منروح لمكان ثاني منشوف برنامج المبرمج الإماراتي اللي هو بدورته الخامسة، افتتح البرنامج سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة بلدية وتخطيط عمان ورئيس مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية، واللي شارك فيه 200 طالب وطالبة لتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة. للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف الأستاذ سالم خلفان سالم من إدارة برنامج المبرمج الإماراتي. هلا ومرحب فيك. يا مرحبا أهلا أخت مروة، ومسي عليكم وشي بالخير، ونمسي على المشاهدين، ومسي على أخوي عبد العزيز بالخير، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. خبرنا أستاذ عن البرنامج المبرمج الإماراتي. برنامج المبرمج الإماراتي هذه مبادرة من مبادرات صندوق الوطن، نعم، تهدف صقل الفئة العمرية الصغيرة في عصر التطور ولغة المستقبل في برمجة الإلكترونيات والألعاب وجميع أمور البرمجة في عصر الحديث الحين، عصر السرعة، عصر البرمجة، صحيح، لغة المستقبل في هاي الأمور البرمجة بشكل عام. نعم أستاذ، التحديات اللي واجهتكم من بداية البرنامج لين يومنا هذا؟ أخوي عبد العزيز، التحديات اللي واجهتنا نحن في البرنامج مثل كيفية إدراك ولي الأمر أهمية البرنامج، أهمية البرمجة، دور البرمجة في سن مبكر للطفل، جميل،
ثقافته كيف للبرمجة. صحيح. فلله الحمد وصلنا اليوم لتخريج عدد تقريبا 500 طالب وطالبة. نعم. والدفعة الدفعة الخامسة الحين فيها عندنا احنا 200 طالب، يعني اجمالي عدد الخريجين ان شاء الله بيكونوا عندنا في إمارة عجمان 700 طالب. ممتاز. 700 طالب، هذا يدل الى ثقافة ولي الأمر بشكل مباشر أهمية دور البرنامج بشكل عام. نعم. أستاذ سالم، من وجهة نظرك هل يوجد مستقبل وظائف للأشخاص اللي يمتلكون مهارات بالبرمجة الحاسوبية؟ نعم، الوظائف في المستقبل إن شاء الله بتكون هي وظائف مثل ما تقولين العنصر البشري شوية تكون بعيد عن الوظائف، غير الروبوت عندك والذكاء الاصطناعي تخلص الوظائف، فمن يشغل الذكاء الاصطناعي وهذا الأفراد أو الأبناء الوطن هم اللي يصنعون هذا الشيء أو يشغلونها أو يبرمجون هذا الشيء لتشغيل دور الوظائف اللي عندنا. نعم صحيح. أستاذ، لو تذكر لنا عدد الطلاب المستفيدين من دورة المبرمج الإماراتي. من الدفعة الأولى للدفعة الرابعة تقريبا 500 طالب وطالبة. نعم. والحين عندنا نحن في الدفعة الخامسة عدد 200 طالب وطالبة. نعم. مقسمة إلى فئات عمرية. نعم. في الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات بنين، ومن 7 إلى 10 سنوات بنات. نعم. هذا 100 طالب 50 50، والفئة الثانية الفئة الثانية الكبيرة هي من 11 إلى 14 سنة. ممتاز. بنين من 11 إلى 14 سنة بنات. 50 طالب 50 طالب. ما شاء الله. شكرا لك أستاذ سالم خلفان سالم من إدارة برنامج المبرمج الإماراتي، شكرا لك. شكرا. أضم وصول لكم الأخت مروة والأخ عبد العزيز. حياك الله. داخل هاي وجزاكم الله خير. حياك الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7 دوم. نقول ان ختامها مسك، وصلنا الحين لنهايه او فقرتنا النهائيه. شوف الفقره النهائيه مره اخر فقره لليوم. انت تسامحين؟ انت سالتيني في البدايه وانا اسالك في النهايه. اكيد اسامح، احس ان ارتاح، لان احس ان اكثر شخص اللي ما يسامح وأكثر شخص هو يضر نفسه. نتحدث اليوم عن موضوع التسامح، وهو أحد روافد تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. لغة التسامح تعني الاعتراف بالآخر، ولكن عبر مساحات يتطلبها البناء الإنساني وأيضا الاجتماعي. وطبعا التسامح شيء مو بسهل، شيء يحتاج أن الشخص يبذل فيه مجهود ويكون شخص قوي عشان يسامح. الشخص القوي يسامح، والشخص الضعيف هو اللي ما يسامح. نتعرف أكثر عن التسامح وسلوك الفرد. معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف العزازي، مستشار تنمية بشرية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا وسهلا فيكم. وسرية بعد. نعم. يا هلا مرحبا فيك. مستشار تنمية بشرية وسرية. دكتور، أنا ومروة كنا نتكلم، نقول أن دوم الناس تقول أن التسامح نحن بنسامح والتسامح جميل، لكن في نفس الوقت التسامح ما يقدر يسامح إلا الشخص القوي دكتور. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. التسامح هو ليس مصطلح فقط، هو سلوك. نعم. مبني على أفكار مزجت بأحاسيس. صحيح. فكيف توافق بين 3 أشياء لكل شيء متطلباته؟ ذهنك مشغول بمن أذاك. نعم. بمن أخطأ في حقك، فكون عندك أحاسيس، انفعالات، غضب، غيظ، قد يكون كره، قد تصل إلى الحقد عليه. نعم. طيب سلوكك كيف بيكون؟ السلوك قسمين، لغة الجوارح الفعل واللسان الكلام. كيف بتتكلم معه؟ شو بينطق لسانك؟ نظرة عيونك، لغة الجسد، يعني مسألة كبيرة جدا جدا جدا. إذا فهمنا أن التسامح ليس فقط هو مصطلح، وإنما هو منهاج حياة، فأعلم أن له تأثيرات في حياتي. نعم. في كل جوانب حياتي، ليس بجانب واحد. هي ليس فقط عشان أبدو أمام الناس أني إنسان لطيف وحلو وحبوب ما شاء الله عليك متسامح وأنا بخير، لا لا لا، منهاج حياة كاملة، لأنه يدخل فيها تشعبات كثيرة، يدخل فيها العلاقة الخاصة، العلاقة العامة، يدخل فيها العمل، التجارة، البزنس، الصحة، حتى الصحة تدخل فيها التسامح إلى هذا المدى. مجال مفتوح في بشكل كبير. كبير. جدا كبير. دكتور، خبرنا عن موضوع، هل الموضوع الشخص اللي يتسامح أو ما يتسامح، خلينا نروح للشخص اللي ما يتسامح أفضل. الشخص اللي ما يتسامح مع الآخرين، هل ممكن، أو ما يتسامح مع نفسه، هل ممكن أنه يتسامح مع الآخرين؟ أنت قلتي كلمة جميلة جدا، الإنسان يستند على أساس ثم ينطلق.
يعني أنا لا يمكن أن أدفع نفسي من تحت إلى أعلى لكي أصل وقاعدتي فيها هشة، فيها ضعف أو فيها شوائب أيضا أو فيها شوائب في النهاية ليست 100% واضحة قوية حتى أقول أعتمد عليها، فيكون في شك هناك. أنت ما سامحت نفسك قد تدخل في مبدأ فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي مشكلة هاي ترى، لأن أنت داخلك بيكون في تساؤل داخلي عميق يقول الآتي: إذا أنا ما سامحت نفسي سامح فلان ولا سامح فلان ولا سامح فلان، هذا يحدث عند الناس. نعم. طيب ليش أدخل أنا في هذا المبدأ؟ فنحتاج أبدأ في بذاتي. لذا أنا كمستشار تجيني حالات يوم تشوف عندك التسامح فيها ظلم الذات. كيف الشخص ممكن أنه ما يسامح نفسه أو ما يسامح عمره؟ شوف الناس اللي دخلوا في الإحباط تجده إلقاء اللوم على نفسهم مباشرة فيها. جلد الذات، هذا طبعا جلد الذات يأخذه. نعم. بشكل شو؟ بشكل أني لأنني أخفقت وفشلت لازم أدب نفسي، فبعضهم يتلذذ لدرجة بعضهم كلما فشل أخذ الجانب الثاني في جلد الذات. نعم. هكذا يرتاح لكي لا يقول داخليا أن أنت يا إنسان كامل في كامل. صحيح. فيك خطأ، فإنما ادخل في هذه. صحيح. فيلوم نفسه فعلاقة تكون سيئة مع الناس. دكتور عبد اللطيف، دوما في يعني التسامح مش سهل، ودوما نحن نقول الشخص القوي هو اللي يسامح، لكن حتى لو سامحنا الطرف الثاني يكون في أثر، يعني هذا الأثر اللي يأثر. يعني أنا بسامحك ما في مشكلة، لكن ما أنت بترجع الشخص السابق، ما بتكون نفس المكان السابق، لا بيكون في حواجز لأني أنا تعلمت منك. طيب. أو خذيت درس منك. أنا بعطيك مقياس وضعته من مدة طويلة، إذا سامحت واحد وقلت أن فعلا سامحته والحمد لله ما في شيء في قلبي عليه، أقول لك ماذا تكتشف؟ أنك ما سامحت 100% المشهد اللي قلت أنت. إذا عاد موقف يشبه الموقف الأول، أنت الآن انفعلت هجت، معناته ما سامحت، أنت غلفته تغليف جميل، غلفته كهدية فقط. شوف أخي العزيز، إذا دخلت بالمسامحة ستعود مثل أول وأفضل. يبقى الإنسان بطبعه إنسان ياخذ ما ينسى، يعني صحيح. شوف أنا أسامح، لكن صعب أنك أنت تنسى، مثلا صعب أنك أنت تنسى موقف معين، حركة معينة أو شيء معين. أنا أقدر أسامح لأن المسامحة أني أنا صافحك خلاص أعفو عنك ما أخذ بحقي، لكن الذكرى تبقى موجودة. صحيح. الحركة تبقى موجودة، يبقى الحذر موجود اتجاه الشخص. الحذر غير والمسامحة وفيها شيء غير. إنزين. المولى عز وجل قالها بشكل واضح: ادفع بالتي هي أحسن. صحيح. النتيجة مالتها عظيمة. صحيح. دكتور عبد اللطيف، يوم نحن ما نتسامح مع أشخاص يتم بين شخص والآخر حبل طاقة يربط بينهم. صحيح. نحن كأشخاص ما نعرف، يمكن ما نوصل لدرجة الوعي أن نحن يوم نسامح نحن نقدر أن نقطع هذا الحبل الطاقي بيننا وبينهم. حسنتي. لأن في مشاعر سلبية تصبح متبادلة بين هذا الشخصين. كيف نقدر نقطع الحبل الطاقي بيني وبين شخص أنا أذاني جدا؟ ممتاز. إذا بدأت من البداية من الداخل وفعلا حطيت النية، أخذت الفعل وداخليا سامحت، أي مسحت كل السجلات التي ولدت عندي خاصة المنطقة هذه انفعالات وغيظ وكان تجاهها، أول ما سامحه أستطيع الآن ذهنيا إذا فكرت فيه أقيس المنطقة هذه. نعم. إذا تخيلت غير ما تخيلته، إذا شفت فيه ضغط معناه ما زلت ما زال في الحبل الطاقي شغال بسلبية. نعم. إذا شفت بارتياح فأنا نجحت. هذا من قسم قطع الحبل. في ناس مش هني بس. نعم. العلم في ناس مش هالمنطقة، في ناس هذه المنطقة في الذهن. في ناس أيضا عندهم آلام في المعدة بسبب هذا الموضوع. المعدة في هذه المنطقة يكون. نعم. في ناس وفي ناس في هذه المنطقة وفي ناس في الجسم كامل حسب سبحان الله حسب شخصية هذا الشخص الذي. نعم. تعرض لأذى ذلك الشخص. نعم. هو فعلا ترجع لي يعني سلوب الشخص الثاني فقط. يعني مثلا أنا قاعد أقول الحذر لما ربطت، أنت قلت أنا ما أغلف، لكن أنا أخذ الحذر لما أنت تثق في شخص. نعم. ثقة كاملة، أنا معطيك كل الثقة عن كل شيء يسويه، لكن لما يغدر فيني في بمكان معين ولا في فترة زمنية معينة. صحيح. أنا أقدر أسامحه أني أنا ما أخذ حقي، لكن ما أقدر أعطيك الثقة اللي أعطيتك إياها، وما أقدر أرجعك للمكانة السابقة، لكن أنا أقدر أسامحك. صحيح. هذه أنت يعود لك هذا الشيء، أنت ما تبغي تعطي مكانة، ما تبغي تدخل بالعلاقة مثل أول بقوته، هذا يعود لك. بس أهم شيء ما يكون أنك ما تبغي في شعور عدم التسامح، هي هذه النقطة الحساسة.
لأنك أنت قد تكون نزلت نسبة عدم التسامح إلى أقل مستوى، ولكنها هذه قد تكون هي القوية. قلت أن نقدر ننزل المستوى لمستوى معين، أن عدم التسامح. إنزين، شو هو الحد الطبيعي أو الليفل اللي نقدر ما نتسامح فيه؟ لا، إحنا نبغي دوم نتسامح بالمجمع. أوكي، نبغي إحنا أولاً مش أنزل، لا أبغي شيل تماماً، أبغي أتسامح تماماً. لأن عدم التسامح في مواقف معينة، طبعاً في مواقف معينة ما فيها تسامح. نعم، عدم التسامح يعتبر شعور سلبي 100%، ما نقدر أن نحتفظ بواحد أو 2% من عدم التسامح داخلنا. طيب، خلنا بس أبين لك شغلة معينة. عندما نعلم أن عدم التسامح بالمسائل العادية ليس بمسائل ثقيلة جدا، تمام، المنطقة هذه تتأذى جسديا. نعم، تتأذى جسديا، الرئتين تتأذى، جهاز المناعة يتأذى. بسبب شو؟ يعني أنا غلط علي الشخص هذا، أو أهاني، أو خدعني، أو غدر فيني، ومع ذلك أصاب جسديا، هذا صحيح. لا يعقل. فأنا أقول للناس يا أخي ارتاح عشان نفسك، جسمك يهدى، ذهنك هذا تنام وانت هادي، مش ليل نهار وتتفكر فيه. هذا غلط عليك، مشى وعاش حياته، انت ما زلت في دوامه. اذا اسامح ولا ما اسامح؟ سامح يا اخي، اخلص من هالموضوع. فعلا في كتاب اسمه سماح بالرحيل، فيوم قريت شوي منه انه يسمح للاشخاص بكل شيء بالرحيل، مشاعر السلبيه، الإيذاء، إذا شخص ظلمك، فأنا أفضل الأشياء أن الواحد يتسامح مع كل شيء ويسمح لكل شيء بالرحيل، حتى تصبح علاقته مع البقية من أجمل ما يمكن. تعلم من هذاك، تعلم فعلا. صح، تعلم، بس ما تعلم بخوف، لا، تعلم بوعي، فأصبح عند الوعي أعلى. صح. وأجمل ما غنى أبو بكر سالم: سامح، ترى ما في أحسن من اللي يسامح. الله، ما في أحسن من اللي يسامح. نعم، وهذه رسالة نحن نوجهها للكل، أنهم يسامحون ويعيشون حياة بحب وتسامح، سعادة وهدوء ألفة محبة، بعيد عن الضغوطات النفسية. جماعة، الآن أصبحت الضغوطات النفسية هي التوب في الوفيات. فعلا. لا سرطان ولا سكر ولا شيء ثاني. وكثرة التراكمات على الشخص تؤدي لأمراض نفسية، فاليوم نحن نلاحظ أن وايد في أمراض نفسية وايد منتشرة أكثر من الجسدية، وهي أيضا أخطر على المجتمع، وهي جانب نفسي. صحيح، فعلا. شكرا لك دكتور عبد اللطيف العزازي، مستشار تنمية بشرية وأسرية، شكرا لك. العفو، الله يسلمك. شكرا لك. نورتنا أستاذ. نورتنا، شكرا لك. مثل ما قال سامح، ترى ما في أحسن من اللي سامح. أكيد طبعا، نسامح الجميع ونعيش بقلوب بيضاء، ونقول لهم تصبحون على خير وسعادة وتسامح، وحياكم الله مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، ترينا باكر في نفس الموعد في نهاية الأسبوع، باكر الخميس، وفي أمان الله.